عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم أم عائشة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير يا سيدي يا ربي. أولا نقول لكم شكرا، شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم والتواصل ديالكم اللي كتشجعوني. نقول لكم شكرا وكنبغيكم بزاف ومرحبا بكم كاملين بدون استثناء. هما البنات اليوم غادي ندوزو نقدم انا وياكم واحد العصير كيجي شغنقول لكم غزال واقتصادي، وكيجي يا سلام. هذا البنات ديال الاناناس، انا درت فيه واحد البنانه وكاس تاع الفاني تاع دانون صافي، والماء وداك الجيست اللي درت ديال الاناناس. هذا البنات زدت فيه الفريز وواحد الفانيا صافي، السكر فايته دايره معاه صافي. البنات قدمتو على هذا الشكل كيجي يا سلام البنات، غير تبعوا المراحل واكيد غيعجبكم وكيعطي كما قلت لكم كميه وفيره. خليكم معايا ان شاء الله وندوزو للتحضير وفرجه ممتعه. اوكي يا البنات، هذا ندوزو للروينه اليوم. هما نتوما البنات الشبكه ديالي شبكريه اللي وجدت انا وياكم. دابا غادي نسد عليها البنات ونديرها في الكونجيلاتور، يعني في الفريغو. البنات اللي ما عندهاش كونجيلاتور يعني ديرها في الفريغو، يعني ما كاين حتى شي مشكل. يعني هذه الوليدات ان شاء الله قديتها الا حلوا علينا باش نديوها ليهم ان شاء الله يا ربي. المهم انا اي حاجه د رمضان هذه هذا مسمار طرقناها البنات. دابا درت عليها ميكا علاش البنات باش ما يدخلش ليها كاع حتى شي حاجه ديال الهواء ديال الثلاجه، يعني باش كتزيروها مزيان صافي البنات. ونسدوها ان شاء الله الا كانت من المكتب باش ناكلوها انا وليداتي. وغندوزو للتحضيرات. البنات غاسمحوا ليا لان يدي بصح البنات ضراني بزاف. المهم هذه سكينجبير والليمون، من بعد نوريكم شنو غنديروا بها انا وياكم صافي البنات. غنقول لكم هذا الشيء كله خصو يتغسل، غدا نغسلو باش ندوزو البنات العصير ديال سيدنا رمضان. كما قلت لكم التحضيرات ديال رمضان، هذه الخضره عندي هنايا البنات كما تشوفوا هذا الخيط. عندي هنايا الفلافل خديت بحال هكا يعني الوانات، هنا يعني غنبدا نغسلها ونقادها بالخل. وهذا البنات العصير اللي غادا ندوز نقادو انا وياكم. المهم البنات هانتوما معايا باش ندوزو نقادو مرحله بمرحله ان شاء الله. هذا الشيء غنغسلو هو الاول وداك الساعه عاد ندوزو الخدمه ديالنا. نبداو حاجه مرحله بمرحله باش ما ندوخكمش. صافي البنات هاني غسلت التين ديالي، دابا غادا ندوزو المرحله الثانيه بسم الله. غادا نشدو البنات التين ديالنا، غادا نحاولو نحيدو ليه غير هاد الجيست هذا غير الفوقاني، يعني تحاولوا ما تحيدوليش هذا البيض هذا لان كيطلق لينا المروره في العصير. ها انتم شفتوا غير بحال هكا، يعني كنتمنى يكون كيبان لكم، يعني باش ما كما قلت لكم ما يجيناش العصير ديالنا مر. انا نبقى على هكا البنات حتى نكمل كامل. هنايا انا في هذا الشيء هذا درت ثلاثه ديال الليمونات، يعني ثلاثه د الحامضات، كل واحد اش كيقول ليه لوحدو اللغه ديالو. انا نفس الشكل اللي غندير نفس التقطيعه كما درت دابا الليمون ديالي، غادي نديرها حتى الحامض. المهم غير ما كما قلت لكم ما تقيسوش هاد الطبقه البيضاء باش ما كما قلت لكم ما كيطلقش لكم، عرفتوا البنات هاد لان الفيتامين كلها كاينه في هاد القشره هذه. شتو يعني تحاولوا ما تقيسوش داك القشره البيضاء ما تقيسوهاش، يعني غير هكذا حتى غنكمل الكميه اللي عندي كامله وعاد نرجعوا نشوفوا اش غنديروا. خليكم معايا ما تهربوش. صافي يا بنات ها نقيت كلشي، بقات لي غير هذه نوريكم كيفاش، يعني حتى كنحيدوا ليها كلشي البنات هاد القشره هذه، يعني ما نخليو حتى شي حاجه. يعني كتحيدوا كلشي كتنقيوه باش ما كيما قلت لكم باش ما تجي لكمش المروره في العصير ديالكم.
يعني ما تخليو حتى شي حاجه، كيبغي شويه الخاطر ولكن معليش. صافي دابا البنات هذا نبقى ندير هنايا، نحاول نحيد له داك الشوائب اللي كاينين لداخل. البنات انا غنديرو غير في طنجره عاديه، نتوما يمكن لكم ديروه في الطنجره ديال الضغط. شوفوا البنات والله انا ما درت ليها والو، دي شتو دمها كيسيل، انا ما درت حتى شي حاجه، انا بالله والشرع ماشي مشكله البنات، هادشي غيولي كما كنقولوا، اللي قدرنا نحيدوه كنحيدوه، اللي ما حيدناش راه كنوليوه، هي من الاحسن تحيدوا كل شيء، اللي ما حيدناش راه ملي كنطحنوه كنوليو نصفيوه، ماشي الا كانت شي حاجه هربت لينا هنايا كتحيد. البنات راه نفس الطريقه حتى الليمون الحامض كما قلت لكم كل واحد كيفاش كيسميه، حتى هي نتوما كتشوفوا كما نقيتها نفس الطريقه ديال العصير ديالنا. بيني وبينكم علاش ما بقا نقطع، غنشدو هكا ونلوحو هنايا وحنا تهنينا، نحيد غير هاد الوسط اللي فيه داك وغا هكا بقا يطيب غا يطيب، وعلاش غادا نبقاو معذبين راسنا، احنا سالينا. شوفوا انا طال منظري درتو دي عندكم البنات. صافي غنبقى على هاد الطريقه هادي، غادي نساليه غنزيد السكر ونردو يطيب ونيني وجد نتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات هنا ساليت، دابا غادي ندير السكر. السكر البنات يعني كديرو على حساب انا ما عبرتش غير خويته صافي، نتوما كتحكموا البنات، لان يعني من بعد من غادا حيت هذا غادا نديروه باش كما كنقولوا نتوما كتحكموا البنات. واحد العظم كيبان ليا قداش فلت من بعد ان شاء الله دابا غنديروا يطيب البنات، يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. اوكي البنات ها هو كاع كلشي ديالنا وجد، العصير ديالنا طاب، دابا ندوزو انا وياكم نوجدو الماء. البنات اللي عنده بحال هاد الكاس، حيت راه كنت قلت لكم البارح الليمون وسكينج باش نديرو به، اللي عنده بحال هاد الكاس البنات كيصفي الماء مزيان، يعني اللي كيشرب الماء الروبيني كتشدو الليمون هانتوما كتغسلوه مزيان تقطعوه وسكينج بير طري وكنديروه هنايا وكنخويو عليه الماء. البنات هذا خصكم ديما 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 البنات في الدار تشربوه. البنات اللي ما عندوش هاد الكاس يشد غير كاس عادي البنات ديال الماء اللي كيدير فيه الماء ويدير فيه بحال هكا السكينجبير والليمون ويعطي لوليداتو يشربو ويشرب حتى هو. انا دابا هذا ما كنقطعش بتاتا، يعني كما قلت لكم هذا يمكن لكم ديروا فيه حتى ديال الروبيني. دابا نخليه حتى يبقى ينزل شويه بشويه وانا نزيد الماء حتى كنكمل داك الماء اللي عندي، لان كيتصفى شفتي كيفاش كيبقى ينزل غير بشويه. البنات انا يدي الشكوى الله ما شكيت عليكم، راه قلت لكم داك النهار كنت كنصاوب الشباكيه طاح داك الشيبانيه هزيتها، دابا يدي حيت مهرسه فيها راه والله ما كنقدر نحركها، كنحركها بالزز نفخت، هانتوما كتشوفوا كيفاش دايره والحريق، ولكن فين غتمشي السبيطارات كلشي مشغول ما يمكنش يستقبلوني. المهم البنات ندوزو الايجابيات نخليو السلبيات. هذا هو العصير ديالي، هذا الاناناس راه درت له نفس ديال العصير ديال الليمون. دابا غنطحن كلشي هاد الخير ونتلاقاو انا وياكم ان شاء الله، نبداو بهذا نطحنوه هو الاول ونتلاقاو. بسم الله. صافي يا بنات نتوما يعني ملي كنطحنوه كنبداو نصفيوه، يعني كامل البنات كنصفيوه بحال هذا بحال ديال البرتقال، يعني كلشي كيتصفى ما تبقاش فيه شي حاجه ديال الشوائب. صافي
سمحوا لي انا كما قلت لكم راه كنخدم غير يد واحده. كنبقاو هكذا البنات صافي حتى كنصفيو كامل العصير كامل ديالنا، غادا نطحنوه وغادا نصفيوه. البنات انا صفيتكم العصير ديالي طحنته كامل وصفيته. شوفوا السمينه اللي زولت ديال الشوائب، ها نتوما يلاه خصها غير مليحه، ها هي واجده، جيبوا الخبز واجي. المهم هذا البنات شوائب الحيت كامل من الاناناس ومن الليمون. البنات اش غادي نقول لكم، هذه ما شاء الله كتعطي كميه وفيره. انا اش غادي نقول لكم، غادي ندير غير مغرفه واحده، مغرفه واحده راه كتهز البنات كاس تاع العنبه، نديرو بحال هكا. لكن هاد ما جاني شويه، ما جانيش بزاف، انا عيني كبيره، ندير جوج يعني هادو البنات، يعني جوج كيسان، هادي كتهز كاس وكنسدها بحال هكا ونحطها. نبقى هكذا البنات حتى غنكمل الكميه كامله اللي غندير في الفريكو، ومن بعد ندوز باش نطحن معاكم اللي غنخلي نشرب انا. البنات صافي هنا ساليت الروينه ديالي، دابا غادي ندوز نطحنو العصير. يا منتي انا غنخرج على راسي يا البنات، والله على هاد اليد اللي كنحركها. البنات انا هادي درتهم بحال هكا مثلا، بحال هاد الطريقه. انتم غتشدو مثلا الكميه ملي كيتجمدوا وتقطعوا بالمقص، يعني كتشوفوا الكميه اللي غتديروا. هادو الصراحه الله البنات التصاديين عجبوني احسن من هادو، من هاد الطريقه باش تعمروهم. سمحوا لي ما حضرتهاش معاكم. ها انتم كتشدوا هذا، هذا نتمنى يكون كيبان لكم، يعني كان واحد الفراغ هنايا كتديروها هنايا بحال دابا هكا صافي، كتطخو بالمغرف صافي. ملي كتشوفوا عمرات صافي كتسدوها بهاد البلاستيكه، يعني ساهله البنات واقتصاديا، يعني كما قلت لكم احسن من هادو. يعني مثلا بغيتوا ديروا كميه قليله كتقطعوها بالمقص الكميه اللي بغيتوا نتوما شحال بغيتوا، وكديروا تحضروا بها العصير ديالكم، كتجبدوه قبل البنات ما تطحنوه، يعني كتجبدوه راكم عارفين وتخليوه حتى كيدير كترخي داك الساعه كطحنوه. البنات انا كما قلت لكم هذا كيدير ما شاء الله كميه وفيره البنات. اش غنقول لكم صراحه، هذا فيه الشقه يعني باش توجدوه داكشي، ولكن البنات فعلا يعني الشهر كله كتقدوه تخليوه غيديو لكم ان شاء الله بحول الله، يعني رمضان كله الله الا وصلنا ليه يا ربي، وصلنا ليه وصل ليه جميع المسلمين. يعني البنات غير جربوا اكيد يعجبكم. دابا غادي ندوز انا نحضر بهذا الجيست ديال الحامض، هذا ندير به هنا، ندير الفريز عصير الفريز، وهنايا ديال هذاك ديال الاناناس غندير فيه غير واحد الكاس تاع الفاني هو اللي غندير فيه، ما غاداش نزيد معاه حتى شي حاجه، غير هذا اللي ديال البرتقال اللي غادي نزيد فيه الفريز صافي البنات. ونطحنوه وهذا الشيء الخير ديالنا غادي نديرو في الفريغو. ونقول لكم البنات مع السلامه، كنتمنى الفيديو ديال اليوم البنات يعجبكم وين الاعجاب ديالكم. فعلا البنات غير جربوا هذا العصير فعلا اقتصادي، وكما قلت لكم كيجي زوين، كنتمنى تجربوه. ومع السلامه خوتي الى فيديو جديد ان شاء الله.